السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الرابع العلمي. عندي مثال الأول صفحة 124 من الفصل السابع. 124 من الفصل السابع اللي هو المرايا. يلا عيني، خلينا نشرح هذا المثال. مرآة مقعرة بعدها البؤري 20 سنتيمتر. 20 سنتيمتر. جد موضع الصورة المتكونة وصفاتها ومقدار التكبير لجسم موضوع على بعد 30 سنتيمتر أمام المرآة. طبعا البعد البؤري اللي هو F small موجب. يلا خلينا نحله. يلا ماما، مثال الأول صفحة 124. زين، نكتب القانون اللي هو واحد. طبعا موضع الصورة المتكونة اللي هو V، وصفات الصورة ومقدار التكبير اللي هو M، وبعدها البؤري اللي هو F small يعني موجب، ولجسم موضوع على بعد 30 سنتيمتر U موجب. هسه شو اسوي؟ نكتب القانون. واحد على البعد البؤري للمرآة، يعني يساوي لنا واحد على بعد الجسم، بعد الجسم عن المرآة، زائد واحد على بعد الصورة عن المرآة. نكتبه عربي ونكتبه انجليزي. زين، نقول واحد على اف الموجب يساوي لنا واحد، هذا واحد على البعد البؤري للمرآة على بعد الجسم عن المرآة، واحد على يو، زائد بعد الصورة عن المرآة واحد على في موجب. واحد على الاف جيد مطينيها 20 سنتيمتر، 20 يساوينا واحد على يو جيد اللي هو 30 البعد، 30 سنتيمتر، زائد واحد على في اللي هو موضع الصورة مجهول. ننقله للطرف، نقول واحد على في يساوينا حيصير واحد على 20 سالب، لما ننقله هو موجب يصير سالب، زائد ناقص، سوري، ناقص واحد على اليمن على 30. واحد على في يساوي لنا توحيد المقامات اللي هو 60. 20 في 30 60. 60 كم 20 بها؟ 3. حنضرب 3 في 1 3، ناقص 60 كم 30 بها؟ 2. نضرب 2 في 1 2. 1 على V يساوي لنا 3 ناقص 2 1 على 60. طرفين بوسطين، ها عيني، طرفين بوسطين، أقول V يساوي لنا 60 سنتيمتر. زين، صفاتها أقول الصورة حقيقية مقلوبة، الصورة حقيقية مقلوبة وعلى بعد أبعد من مركز التكون. زين، هسه شو يريد؟ يريد مقدار التكبير. القانون مال مقدار التكبير F يساوي M، سوري،
ام يساوي لنا سالب طبعا 60 اللي هو في، لازم نكتب القانون ونقول ام يساوي لنا سالب في على يو، يعني ايش قد الفي؟ 60 على يمن اليو 30، الفي اللي احنا طلعناه 60 هذا على اليو اللي هو 30 البعد يساوي لنا الصفر ويا الصفر. لحظة، شلون الصفر ويا الصفر؟ 60 على 30 بها 2، يعني 2 في 30 60، عادي يعني الصفر ويا الصفر وتروح على 3 بها 1 وها بها 2، أو تردون 60 كم 30 بها 2، الحالتين صحيحة، يطلع لنا سالب 2. هذه نقول ام يساوي لنا 2، الصورة مكبرة شقد؟ مرتين. نقول الصورة مكبرة مرتين، خلص الحل والمطلوب.